عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ما تنساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن الإعلامية خديجة، وهي طبعا بتظهر بالقفطان الجزائري وبتقول كل اللمسات اللي موجودة فيه وجماله، والفجأة ان هي حطت مجرد صور لقت تعليقات وهجوم عليها كبير جدا جدا، وان القفطان مش جزائري وان القفطان اصله مغربي و و وتعليقات كثيرة جدا. في الحقيقة هي ما ردتش الا على التعليقات اللي يعني بتقول ان شكلها جميل والقفطان جميل، ولكن اي تعليق سلبي هي ما ردتش عليه نهائيا خالص خالص خالص، وتلاشت وكانه مش موجود، ولكن التعليقات السلبيه كانت موجوده وموجوده على صفحتها ولا مسحتها ولا ردت عليها من اساسه. وطبعا ده يعني زعل ناس كتير جدا و أثار جدل كبير جدا، ورجعت الناس تقرا تاني على اصول القفطان، ولقينا ان اصل القفطان اصله عثماني من الأطفال. اول دولة دخل الجزائر، وبعدين انتشر في دول المغرب العربي، ولكن للاسف الشديد هي اول ما حطت الصورة مجرد الصورة وكتبت هو القفطان من تصميم مين واصوله وكده، لقيت الهجوم كبير عليها ودخلوا فيها قضية السودان وخلطوا كل الاوراق بعضها. ربنا يهدي الاحوال يا رب بجد ويهدي الناس، ويعني الدنيا مش مستاهلة على الحرب الكبيرة قوي دي، والحاجات كلها موجودة في الكتب والتاريخ و مثبتة يعني على الانترنت، ممكن اي حد يعمل بحث ويلاقي من غير اي خلافات او خناق زي ما احنا بنشوف على طول ودايما وبطريقة شرسة جدا جدا. ربنا يهدي الاحوال ويصلحها يا رب العالمين، واشوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.